السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي موقع وقناة جزائر تك، نرحب بكم في فيديو جديد بعد غياب طويل دام قرابة الشهر ونصف. نتأسف لهذا الغياب نظرا لبعض الأسباب التقنية التي شهدناها طيلة هذه الفترة. نهار اليوم عدنا إليكم بفتح صندوق أو بعملية انبوكسينج لمنتج وصلنا من شركة ابتشر او امران. هذه شركة مختصة في اضاءة الاستوديوهات وكذا الاجهزة الصوتية. هي شركة عالمية مختصة في تصنيع اكسسوارات الاخراج وغيرها مثل الاضاءات الشاشات الى غير ذلك. شركة ابتشر تواصلت معنا وقالت أنها سوف تقوم بإرسال منتج إلى موقع وقناة جزائر تك من أجل المراجعة. قامت بإرسال هذا الطرد عن طريق بريد دياشيل كما تلاحظون، وصلنا في مدة 3 أيام. سوف نقوم بمراجعته مع بعض. عفوا، هذا المنتج أرسل عن طريق بريد دياشيل، لم أدفع أي شيء للجمارك، كذلك تم إعطائي رقم تتبع، وكما قلت وصلني إلى ولاية وهران، ثم قمت باستلامه من بريد دياشيل بولاية وهران، كون ولاية سعيدة لا تحتوي على مكتب دياشيل. هذا هو الصندوق كما تلاحظون، تم فتحه من قبل الجمارك. Opened and resealed. رزيلد باي كوستمز، يعني تم فتحه من قبل الجمارك. سوف نقوم بفتحه مع بعض. هذا هو كما تلاحظون هنا الشراء، شعار الشركة عفوا ابتشر. هذا هو المنتج، عبارة عن إضاءة استوديو LED من نوع أمران أش R672C. سوف نقوم بفتحها بهذا الشكل. هذه هي العلبة، أيضا كما تلاحظون تم فتحها من قبل الجمارك من أجل معاينتها. سوف أضع هذا جانبا. هذا هو عبارة عن بروجيكتور LED خاص بالأستوديو شركة أبتشر التي هي تحت غطاء شركة أمرا. هذا هي بعض المعلومات حول الجهاز. لديهم مجموعة من الإنارات، كاين الـ HR672W، الـ HR672S والـ HR672C. هذا هو السي، توجد بعض كما تلاحظون هنا في الأسفل، تجد بأنه يعمل عن طريق ريموت كنترولر، يعني إضاءته غير لا تأذر العين كما نقول. يحتوي على نقاط أو مصابيح LED تعمل إلى 100,000 ساعة. حسنا، سوف ندخل إلى داخل العلبة، نقوم بفتحه بهذا الشكل. يوجد في كيرينج باك أو حقيبة نضعها جانبا هي أيضا كما تلاحظون. توجد فيها شيئين أو جيبين عفوا. يوجد الباور سبلاي أو مزود الطاقة كما تلاحظون، يشبه كثيرا الخاص بالحواسيب، يشبه كثيرا الخاص بالحواسيب. نضعه هنا. يوجد الريموت كنترولر، الريموت كنترولر تلاحظون. سوف أخبركم ماذا تفعل هذه الأزرار. توجد بطارية أيضا معه.
الشيء الجميل هو هذا، توجد بطاريتان، بطاريتان من الحجم الكبير، لأن هذا البروجيكتور يعمل سواء عن طريق الكهرباء مباشرة أو عن طريق البطارية، تقوم بشحنها وحمله في حال أردت التصوير خارجا. بطاريتين تشبهان كثيرا بطارية كاميرات سوني أو كانون. هنا توجد مجموعة الـ LED، مصابيح الـ LED في حال تعطلت يعطيك عفوا 6 إضافية، كما واحد هناك 6 مصابيح إضافية في حال احترق أحدها أو أردت تغييرها. مثلا هنا يوجد مثبت على ما أظن، نعم إنه مثبت المصباح على ستاند أو ثلاثي الأرجل، كما تلاحظ هذا استراب أو كيف أسميه، حامل خاص بهذا الحقيبة الصغيرة. نقوم بغلقاته، توجه إلى الثانية والتي تحتوي على البروجيكتور. هيا توجد مجموعة من ملصقات الشركة، شيء رائع، مجموعة من الملصقات في عدة أحجام، داش ار اي ترانس ابتشر لايت ستور لايت ستورم، يعني هذه ملصقات في حال أردت وضعها بمحل أو جهاز من أجهزتك الخاصة بك. نضعها هنا. يوجد دليل لكل منتجات الشركة، كما قلت تقوم بتصنيع مايكروفونات وأجهزة تحكم في الصوت وحتى الشاشات، بالإضافة إلى فلاشات LED وغيرها. نضعه هنا. توجد شهادة الضمان في اللغة الصينية. يوجد The Manual Instruction أو دليل الاستخدام أيضا باللغة الإنجليزية واللغة الصينية. يوجد هذا الكيس الصغير الذي يقوم بحماية الجهاز. يوجد أيضا ملصق بشبكة التواصل الاجتماعي والإيميل في حال أردت التواصل مع الشركة، انستغرام، تويتر، فيسبوك، وحتى الإيميل الشخصي الخاص بشركة أبتشر. ووقت الجد وهو البروجيكتور الخاص بنا. هذا هو البروجيكتور. حسنا نضع هذه الحقيبة جانبا. هذا هو البروجيكتور. توجد هذا ديفيزر أو موزع، يعني كيف أقول، يقوم بتوزيع إشارة الضوء، عفوا ليس إشارة. هذا هو المصباح أو البروجيكتور، عفوا ليس مصباح، مجموعة من الـ LEDs مصنع من البلاستيك، تلاحظه. هذا هو يوجد به زر التشغيل on off. يوجد هنا منفذ الـ DC 15 فولت، تقوم بتركيبه بهذا الشكل من أجل سواء الشحن أو الاستعمال المباشر. يوجد هنا زر لزيادة حدة الضوء كما تلاحظ، يعني هناك ضوء أصفر ثم أبيض، هنا تقوم بزيادة الضوء، شدة الضوء من 10 إلى 99%.
يوجد هنا شاشة، هذه الشاشة الصغيرة تظهر لك مستوى البطارية وحتى زيادة مستوى الضوء هنا. يوجد هنا في الأعلى أماكن لتركيب البطاريات كما تلاحظون، سوف نقوم بها مثل تركيب الكاميرات عادي، قم بتركيبها بهذا الشكل. الجيد في الأمر أنه يشتغل ببطارية واحدة أو يمكن تشغيله ببطاريتين، سنقوم بتثبيتهم الاثنين هكذا كما تلاحظ، يعني كما تلاحظ. هنا شدة الضوء سنلاحظ هنا في الشاشة هكذا، هذا مستوى البطارية، هنا مستوى البطارية تظهر شكل البطارية لا تظهر جيدا في الكاميرا هكذا. يوجد هنا هذه الأزرار، زر شانل، زر شانل وزر جنو. في حالة أردت تثبيت مجموعة من هذه البروجيكتيرات مع بعض، هو ما تكلمنا عنه في التيلي كوموند أو الريموت كنترولر. في وسيطة التيلي كوموند هذه كما تلاحظون توجد مجموعة من الأزرار، شانل 1، شانل 2، شانل 3، ويوجد زر لزيادة أو إنقاص شدة الضوء، وهنا يوجد الجروب أي بي سي، هو نفس ما تجده هنا، عندما تضغط على جروب يوجد أي بي سي بي كما تلاحظون نفسها. يوجد هنا الشانل 1 2 3 أو 1 2 3 كما تلاحظون، شانل 1 2 و 3 كما تلاحظون. تمام، هنا هذا الديفيزر أو موزع الإضاءة يوضع بهذا الشكل، ثم تضغط عليه هكذا، نقوم بتشغيل المصباح، حدة الضوء يمكن زيادتها أو إنقاصها بهذا الشكل عبر هذا الذيل هكذا كما تلاحظ. يوجد هنا كما قلت هذا يستعمل لزيادة السطوع أو كما تلاحظون هكذا، ضوء أبيض وهنا ضوء أصفر كما تلاحظون بهذه الشكل. الشيء الجميل في هذه الإنارة أو في إضاءة الاستوديو هذه من شركة أبشر أنه كما قلت يمكنك تركيب إلى غاية 4 بروجيكتيرات من هذا الشكل، وتوجد عدة خيارات مثل ما شاهدتم في الدليل الذي أتى مع هذا الطرف. هنا يمكنك تثبيت المصباح بأي شكل أو البروجيكتور عفوا، دائما أقول مصباح مصباح هكذا. سوف نقوم بتجربته على الحامل هكذا، أو هكذا، اختار الشكل الذي تريده، أو لا أدري، تقوم بتثبيته عن طريق حمالة، في توجد بعض الحمالات التي تأتي بهذا الشكل هكذا، تأتي من هنا وهكذا تقوم بحمله من الأعلى. في بالنسبة للخصائص التقنية قلت أنه يعمل ب 15 فولت أو يمكن شحنه، هذا هو الدليل الكامل للاستخدام. الريموت كنترولر يعمل بتردد 2.4 جيجا هرتز على مدى 3 قنوات، يتحكم فيه إلى بعد 100 متر. بالنسبة للطاقة فهي 45 واط بالنسبة لكل الموديلات. أيضا الضوء يعطيك بالنسبة للسي 75 درجة توزيع
الإضاءة على 75 درجة، شدة الضوء من 3200 عفوا إلى 5500. في الحقيقة هذا المنتج سوف يشكل فارق في تصوير الفيديوهات. حاليا أنا أستعمل سوفت بوكس، ولكن هذا البروجيكتور سوف يعطيني صورة أوضح في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. سوف نقوم بتثبيت هذا البروجيكتور على ستاند ثم نلتقي بعد التجربة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. كما تشاهدون الآن، قمنا بتركيب هذا البروجيكتور على حامل، هذا حامل خاص بالسوفت بوكس، أو يمكنكم تركيبه على حامل ثنائي خاص بالمايكروفون أو غيرها. بعد تركيب البروجيكتور يمكنك وصله بالكهرباء بشكل عادي كما تلاحظون. سوف يقوم بعملية الشحن كما تلاحظ، يعني البطارية موصولة، يمكنك تشغيله مباشرة. مثلا هنا الجهاز مطفي هكذا، يمكن تشغيله مباشرة، يعني مباشرة يمكن تشغيله. ولكن أنا قمت بضغطه على جهاز التحكم سي كما تلاحظون هنا في الخلف، لا أدري إن كانت تظهر أم لا. سي واحد ربما تظهر معكم هكذا. سوف أقوم بتشغيله وإطفائه من هنا. تم هنا كما تلاحظون. يمكنني أيضا سي هنا كما تلاحظون، يمكنك الإنقاص من شدة الضوء أو تغيير الوضوح كما تلاحظ. يمكن كما قلنا سابقا أن نقوم مباشرة بنزع الكيب، سوف يشتغل بشكل عادي. يعني ممكن أن تقوم باستخدامه مباشرة على التيار الكهربائي، أو تقوم بشحن البطاريات والعمل بها مباشرة. إذا كما شاهدتم، كانت هذه هي تجربة البروجيكتور الخاص بنا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. إذا أردتم شراء مثل هذه المنتجات، سوف تجدون رابط الموقع أسفل الفيديو في الوصف. سوف تجدون كل منتجات الشركة، يمكنكم التواصل معهم، طلب الإرسال عن طريق بريد دياشال. يوجد البيع أيضا على موقع أمازون، للأسف لا يدعم الجزائر، لذا الشراء من الموقع الرسمي سيكون أكثر إفادة. كان معكم أخوكم محسن، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. لا تبخلوا علينا بالإعجاب بهذا الفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، وكذا الاشتراك في القناة. وهناك مجموعة من الأشياء قادمة في المستقبل القريب إن شاء الله. نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، وسلام.